أهلا بكم إلى نشرة العملات اليومية، ونستعرض فيها أبرز الأحداث والتطورات التي تؤثر على تداولات اليوم في أسواق العملات. نبدأ كالمعتاد بنظرة على أداء الدولار الأمريكي الذي نجده في الوقت الحالي على تراجع أمام كل من اليورو والجنيه الإسترليني، ولكنه مرتفع أمام 5-4-3-2-1. أهلا بكم إلى نشرة العملات اليومية، ونستعرض فيها أبرز الأحداث والتطورات التي تؤثر على تداولات اليوم في أسواق العملات. نبدأ كالمعتاد بنظرة سريعة على أداء الدولار الأمريكي الذي نجده في الوقت الحالي على تراجع أمام كل من اليورو والين الياباني، ولكنه مرتفع أمام الجنيه الإسترليني. وقد استفاد اليورو إلى حد ما اليوم من ارتفاع مؤشر زو الألماني لثقة المستثمرين إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات تقريبا خلال شهر فبراير، وتحديدا من 31.5 في شهر يناير الى 48.2، مما يشكل ربما إشارة على تعافي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. أما الين فقد ارتفع اليوم أمام كل من الدولار والعملة الأوروبية الموحدة بعد أن قال وزير المال الياباني تارو آسو أن بلاده لا تخطط لشراء السندات الأجنبية في إطار سعيها لتيسير سياستها النقدية. على صعيد الأرقام الاقتصادية في الولايات المتحدة، صدر اليوم مؤشر ثقة بنات المساكن الذي سجل تراجعا مفاجئا، هو الأول في فترة عام تقريبا، وذلك بسبب القلق بشأن نمو الوظائف وأيضا بسبب ارتفاع كلفة مواد البناء. وقد تراجع المؤشر تحديدا من 47 نقطة لشهر يناير إلى 46 نقطة لشهر فبراير، بدلا من أن يرتفع إلى 48 نقطة كما كان مرتقبا. ونختم نشاطنا لليوم على نظرة سريعة على أداء أزواج العملات الرئيسية. اليورو مقابل الدولار مرتفع ويتم تداوله عند دولار فاصل 33.89، الدولار مقابل الين مرتفع متراجع ويتم تداوله عند 93 ين فاصل 45.50، واليورو مقابل ين متراجع أيضا ويتم تداوله عند 125 ين فاصل 11.50. وبهذا نأتي إلى نهاية نشرتنا لليوم، نلقاكم في الغد، إلى اللقاء.